البارح وقعت الكارثة ديال الشتاء اللي دالية بنت عمي ففي الدوار دوار ياغورتن عمالة طاطا اقليم تيكزميرت جامعة تيكزميرت. بنت عمي البارح دات لبوها العوين مع حكم بوها سراح، دات لي العوين ملي رجعت بنت عمي هي وبوها داها الواد ورغم المجهودات ديال السلطات واسميتو الى ان لحد الان البنت عمي مفقوده مازال ما لقيناها. العمر ديالها 22 سنه تقريبا 22 سنه. ايوا ما كتقرا ما والو، خدامه في الدار، المهم مقابله بوها هاني ثم هكانيت صافي. هاد العشيه هادي مشينا نيت كنقلبوا تما في المساليت كنقلبوا عليها للربان اللي لقاوها، الى ان قالوا لنا راه جاو ثاني الواد في تاكموت صافي اضطرينا نرجعوا، وهذا الشيء اللي كاين. المنطقه معزوله شويه ربما بعيده على طاطا شي 17 كيلومتر، هي الطريق ديالها اللي صعيبه شويه. الواد يلا بداو في الطريق نيت بداو فيها كيقادوها خدامين فيها، ولكن مازال ما سالوا الاشغال والمسائل. الطريق ديالها صعيبه شويه كلها واد، يعني كتمشي الواد من 17 كيلومتر كلها واد، قاصحه الطريق ديالها شويه. ايوا هادشي اللي كاين. انا كنقلب على بنت عمي مازال ما لقيناها، ان شاء الله نتمناو الخير ان شاء الله. الرساله للناس اللي قراب للواد ما يمشيوش للواد، يبعدوا شويه على الواد، ما يقربوش البلايص اللي الاماكن اللي فيهم الخطر والبنيات التحتيه ما كاينينش بزاف هنا في طاطا، البنيات التحتيه ضعف شويه، بنادم يبعد من الاماكن الخطيره. وصافي هادشي اللي كاين. يا ولا لا حاشو الله يحفظك. نعم.